يوم مايك مكمل وياكم وتحديدا من مدينة الموصل القديمة. هذه المنطقة اللي تضم عشرات المواقع التراثية والأثرية اللي تعرضت للخراب والتدمير خلال حقبة داعش. راح نستطلع آراء المواطنين حول رأيهم في الاهتمام بهذه الآثار والتراث في هذه المدينة. خليكم ويانا. شلون نشوف وضع الآثار والتراث بالعراق؟ ماكو آثار بالعراق، انتهت، دمروها، نهبت، راحت عبرت على غير الدول، واللي عيهد واللي عيقطع أراضي واللي عتروح، ما عندنا أثر. مع أنه حضارة أقدم ما موجود حضارة وادي الرافدين، بالوقت الحاضر ماكو أثر. لا تعب نفسك على أثر، حتى لو كان مدينة ما أثر دي قطعوها يبيعوها. منو معتمد على أثر؟ منو قد الأثر؟ منو بدور على العراق وعلى مصلحة العراق؟ زين شنو رأيك بتهديم منارة جامع السراج بالبصرة؟ ما أريد أقول طائفية ولا أريد ندخل بهذا الموضوع، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. جامع صار له 300 سنة على مود الشارع تهده، ألام ودين وصلاة وأذان رفع بينه ومؤذنة وتراث تجي تهده والله على مود شارع. بس عملوا على مصلحة عامة شيء تستفاد منه، تحول المنارة، توسعه بها باب وجواب، بس ما تهجم تهجم بيت الله. بل كم دي بيعون الأرض خاف محتاجين يبيعوها، ما عندهم، ظل الجامع دي بيعوه قصعوه ويبيعوها. شنو كان المفروض الأسلوب الأمثل حتى إنه يحافظون على المنارة هاي؟ أخي وسع من جهة ثانية، أو عملوا بس الدائرة افترموا ورا، أو أشيل المنارة أرجعها لي خلف، أو كسبق الحاضر علم يشيل لك المنارة على ما هي ويحول مكانها مكان ثاني. أحسن ما أهدمه، أحسن ما أهدمه وأفتعل، يعني رادوا يفتلون طائفي مثل ما أقول لك، الحمد لله الله طفاها. كيف ترى وضع المعالم التراثية والأثرية في العراق عموما؟ الحقيقة وضع المعالم الأثرية بالعراق كان إلى حد قريب مهمل، لكن الوضع العام خصوصا بعد مرحلة التحرير اللي شهدتها المحافظات المحررة، لاحظنا زياد بالتفاعل مع الحالة التراثية، وهي جزء من نمط إقليمي وعالمي يهتم بالتراث كجزء من الأصالة والثقافة وجزء من هوية الشعوب اللي حاليا تبحث عن هويتها في نطاق العولمة. برأيك ما الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعالم الأثرية والأماكن التاريخية؟ أفضل الأساليب للتعامل مع الأماكن الأثرية والتراثية هي المنهج العلمي اللي يعتمد على مبدأ التوثيق الصحيح وفق المنهج العلمي، ويعتمد أيضا على طريقة التسويق للتراث والآثار بما يناسب حاجة المجتمع وما يناسب الفئات العمرية اللي تدخل في إطار الحفاظ على هذا التراث، كذلك بالترويج ل يعني هذه الهوية اللي هي يطلبها المجتمع حتى يحقق الجزء الأدنى من متطلبات الاستدامة فيما يخص التراث. ما رأيك بتهديم منارة جامع السراج التراثية في البصرة قبل أيام؟ الحقيقة يعني تلقينا النبأ بصدمة وبحزن. منارة الجامع والجامع السراجي في البصرة هو جزء من البصمة البصرة لهويتها. يعني احنا ابا عن جد نسمع عن هذا الجامع ونعتبره فخر من ناحية الطراز المعماري، من ناحية طرق الحفاظ عليه. المسألة الأخرى أنه هي المنارة ما كانت تشكو من أي تهدم، يعني هي العملية صارت عبارة عن هدم بالإجبار، ماكو أي مبرر علمي أو مسوغ قانوني. حقيقة هي واحدة من ثلاث منارات الأقدم بالعراق، إذا ما ذكرنا وياها منارة الحدباء اللي هي الأقدم في العراق طبعا. الصراحة الشيء اللي انفقد بهدم الجامع لا يعوض، يعني حتى قدرات المنظمات الدولية منظمات اليونسكو تتطلب مبالغ، تتطلب طرق علمية للتصحيح والترميم والترقيم وطريقة الإنشاء وطريقة البناء. فمع الأسف يعني العملية اللي صارت بطريقة يعني هي خاطئة وتدل على عشوائية بالتعامل مع الأبنية التراثية، وهي صارت سابقا في بغداد، دار الموسيقى سابقا انهدم، مقاهي اجتماعية عريقة أيضا انهدمت، أغلب البنايات تحولت إلى واجهات بلاستيكية وبي في سي. فهي جزء من عملية عشوائية مع الأسف تفتقر لأدنى متطلبات الأصالة وأدنى متطلبات القانون. برأيك يعني أنت مع شلون نشوف هدم جامع السراج ومنارته التاريخية؟
كيف كان ممكن طريقة أفضل من هذه الطريقة اللي تعاملت معها الدولة بهدمها بالمعاول؟ أكيد أكيد كان أكو طرائق بديلة. يعني هكذا كمعلم رمز للمدينة، نحن اليوم بالموصل كثير نندم وننقهر على منارة الحدباء، فأكيد اليوم من نسمع أنه هكذا محافظة يعني كالبصرة أنه يصير بي هذا الشيء أكيد يحزننا. شنو الأسلوب الأمثل حتى الدولة تتعامل مع المعالم والمناطق الأثرية والتراثية بالعراق؟ إعطائها أهمية نفس ما ننطي أهمية لباقية الأمور. كان يطيقون يلقون طرق بديلة مثل ما نحن ساعدنا بالموصل، إنشاء مجسرات، إنشاء طرق، خلينا نفرض كنفق. أكو أكيد طريقة بديلة، بس أكيد ما نأذي تراث، هاي أول وتالي هي هوية للمحافظة، هوية للدولة بصورة عامة كعراق. أتمنى أنه يتم يعني الحفاظ على هذه الأماكن بالصورة اللي تعتني بها الدول الأخرى، مثل ما تشوف المتاحف العالمية أصبحت قبلة. يعني اليوم مثلا باريس كثير ناس يزور باريس على متحف اللوفر، ما فد شيء آخر يميزها ربما مثل ما متحف اللوفر يميز باريس. فكذلك عندنا بالعراق عندنا أماكن أثرية ثرية بصراحة بالآثار وثرية بمعالم الأثرية ومميزة ما موجودة بأي مكان وبقع بالعالم ممكن واحد يزورها. ما رأيك بتهديم منارة جامع السراج قبل أيام في البصرة؟ والله بصراحة هاي جريمة بشعة وما كنا نتوقعها أصلاً. يعني إحنا اليوم في ظل دولة وفي ظل قانون ومؤسسات، ما نتوقع مثل هاي جريمة بشعة بهذا عصرنا. يعني هذا المكان ما فقط لهوية الدينية، هذا المكان عنده هوية تاريخية وهوية حضارية وهوية ثقافية وهوية تراثية، و يهم كل العراقيين مو فقط أهل البصرة ولا يهم فقط طائفة معينة. لذلك هو جريمة بشعة هذه الحادثة، كان الأجدر أن يتم الحفاظ على هذه المنارة، وإن كان شكل وإن كانت المنارة تشكل ضرر على الشارع فالأولى معالجة الشارع ومعالجة المكان بطريقة أخرى، وحتى منارة إن كانوا يرمون إزالتها يزولوها بطريقة يتم إعادتها مثل ما اليوم مثلا نشوف بعض المواقع بالعراق الأثرية يتم إعادة إعمارها بنفس الطريقة هذه، إنه طريقة يعيدون إعمارها حجر حجر ينقلوها إلى مكان آخر. فللأسف جريمة بشعة حقيقة. كما يعرف الكثير أن العراق غني وزاخر بالمواقع الأثرية والتراثية، لكن للأسف هذه المواقع لا يتم استثمارها بكل الطرق من ناحية الحفاظ عليها كمعلم معالم أثرية ليس للعراق فقط وإنما للعالم. وفي جانب ثاني لا يمكن أو لا يتم استثمارها من ناحية سياحية وغيرها، لذلك دائما ما نسعى ونطالب باهتمام بهذه المواقع لكي تكون فعليا أنها رمز للعراق والعالم. ما رأيكم بتهديم منارة جامع السراج في البصرة قبل أيام؟ حقيقة مثل هذه التصرفات تعكس فعليا عدم الاهتمام بهذا الموروث الثقافي لهذا البلد الذي يمتد لمئات السنوات. في بلدان أخرى يتم الاعتناء والفخر بمثل هذه المواقع، لكن للأسف في العراق يتم إهمال هذه المواقع وفي بعض الأحيان تدميرها. لذلك مثل هذه التصرفات تفقد قيمة هذا الإرث الذي يتمتع به العراق. ما رأيكم بتهديم منارة جامع السراج التراثية في البصرة قبل أيام؟ رأيك أنت بهدم هذه المنارة التراثية والأثرية؟ والله يعني أمر مؤسف صراحة، لأنها منارة تاريخية أثرية عمرها ما يقارب 300 عام. لا نتمنى أن تتكرر مثل هذه الحوادث. كانت هذه آراء المواطنين من ثلاث مدن عراقية. جميع الآراء اتفقت أن الإهمال الحكومي والحروب المتعاقبة التي مر بها العراق تسببت باندثار وضياع عشرات المواقع الأثرية والتراثية في مختلف مدن البلاد. إلى هنا تنتهي حلقة يومايك لهذا الأسبوع، نلتقيكم في مواضيع أخرى في الأسابيع المقبلة.